طبعا فكرت انه اكمل التعليم، وفكرة صعبة شوي. المهم سجلت، يعني قلت بدل ما اخذها برا وهنا وهنا من دول معينة، ما انا احب اصير ابغى شيء صحيح 100%. المهم قدمت على ثانوي اني اخذها، يعني اللي هو انتساب. بدأت اول سنة هو جاء الاختبار، طبعا الكتب وكذا، وانا عمر صعب اني احفظ، فأمضاري ما قصرت حقيقة، يعني تلخص لها الكتاب وانا وياها ماشي نحفظ معلومة تحفظ، هذه ممكن تجيك دي ما كانت تجيك. فأسهر شوي قبل الفجر شوي، أنام أقوم الصباح طبعاً الساعة 5 أراجع بعد شوي. فما يمكن أروح بسيارتي، يعني مو بفخمة، لكن سيارة مثلاً اللي عندي صعبة، هذو طلبة. فكان عندي هايلوكس غمارتين، فأخذها ولما أقبل على المدرسة أرمي العقال وصير كني من الطلبة خلاص، يعني حتى يعني الشخصية تتغير. وأدخل هالمدرسة أختبر مع الطلبة، والله مش الحال. طبعاً 2008 تقريباً خلصنا الثانوي، لكن كانت صعبة جداً. أنا يعني قسيت على نفسي حقيقة، إنه كنت كل والله صبح أروح أقول أنا ماني مجبور، يعني أصل في هالمرحلة بعد هالعمر، أنا ابني متخرج بالجامعة خالص وعيالي، يعني والله ما انت محتاج ولا انا محتاجها لا ماديا. يعني والله جلست افكر نفسي يقول وش انت، يعني وين مودي روحك انت كذا، وش اللي حادك على انك تروح هالصبح وتختبر مع هالطلبه صغار قد عيالي، يعني تحط موقف انت بغنى عنه. وش هو تروح كل صبح؟ اروح وكل صبح يلعب في راسي هالمبدا ذا.